جيفليكس مسكين راه خدام داخل السي عادل دار لي مفاجاه قال لك تخيلوا ثلاثه من هاد الكبار الزكواريوم ثلاثه اش غندير بهم انا بحال انا هاد الحوت هذا غنعلفو العيد الكبير هادي ديالي فين حطوها هادا ديالاش انا هذاك الاكواريوم هو اللي بغيت تبارك الله شحال من اكواريوم الاول الثاني الثالث كله بلاكار ديالو تحت منه تعصبت واحد الاعصاب ما فهمتش انا علاش هادشي كله والله ما فهمت حق الله ما فهمت لا اله الا الله وصافي حيت انا ما انا باغا نفرش الدار على ذوقي في الاخر هو جاب لي هادشي كله راه شاد لي الدار كامل هادشي اكواريومات صغار راه كيبانو لكم في الكاميرا صغار راه كل اكواريوم فيه 50 سنتيم هكا فيه اكثر من 50 سنتيم هكا في العرض وعاد هكا يا راه فيهم اكثر من متر ونص راه حمقني هاد الدراج وحق الله بالنسبه للجيرفليكس خديت هاد اللون هذا ماغون شوكولا كيقولوا ليه وقيله كنظن هو اللي خديت باش يجي مغلوق يبان داكشي زوين وفي نفس الوقت غيجي شفيفه كيبقى كيبري وغيجي عليه اي لون د الفراش خديته نسبه لهاد البيبان حيت عندي البيبان تقريبا في داك الشكل هذاك اللون داكشي لي موراك غوت على لي تاكواريوم راه دابا صورتهم انا الكحل بغيت ليه بلاكار كحل ما تشاورتيش معايا فادي قول لي راه غندير اكواريوم كحل ها لا ما بغيتيش مغلف سير بغيتو بحال هذاك البلاكار الكحل اللي جبتي انت علاش انت جبتي هذاك البلاكار كحل بلاكار كحل اه لا صافي كان عندو بلاكار كحل ولكن كلهم كلهم عندك حيد سيليا ابتدت الروينه يتقدوا بعد البيوت اليوم نقدروا للعشيه ان شاء الله المونطي وداك الكوافوز وداك الشيء ياك لا علاش لا انا غنبقى هنا لا المونطي الكوافوز ماني محتاجه لك نمشي معاك نمشي معاك لا نمشي معاك الا القضيه فيها نمشي معاك نمشي معاك يلا سيليا نتسخروا جي نتسخروا دوس عليه صبرت وسكت وقمت في قلبي ما بغيتش الصراحه نتناقش انا وعادل تحاورنا واحد شويه وصافي حبسنا الامور حتى نصلحوا الدار ان شاء الله ما عندي ما ندير هو بليتو هما هذوك لي زكواريوم فين ما مشى غادي مع هز مع هذوك لي زكواريوم ولكن المشكله دابا هذوك اللي عندي في الدار حاليا راه النواور هذو كبار بزاف وثلاثه واحد قال لك يحطو في الصالون وجوج في شكون تعاود لكم سيليا والصبيه وجوج غيحطهم في الدريسينغ وكان باغي يحط ليا واحد في بيت الناس قلت له لا حيت انا كيخلعوني الحوت بالليل كيبقى يجي تخ 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 في الماء كتعاود لكم داكشي كتعاودي ودابا جينا نديو شي حاجه نتغداو بها وندي المعلم حتى هو غداتو راكم عارفين الدار مازال ما مصلوحه مازال ما فيها لا بوطه لا حتى شي حاجه حنا كنتسناو المهم احبابي بالنسبه للناس اللي غيسولوني على الثمن ديال جيرفليكس فهو تشرى ب 70 درهم للمتر كاري وكيتخدم على يد المعلم اللي كيخدم جيرفليكس ب 20 درهم للمتر كاري باش كيخدمو انا طلع لي الصراحه رخيص جاني الثمن ديالو رخيص زعما مقارنه بالشكل ديالو بانه غيهنيني من قوه السياق وقوه الروينه غير تجفيفه مسيحه هكا خفيفه
راه كيهني من داك السياق وداكشي، وفي نفس الوقت الارض كتحس بها دافيه، يعني ما تنفقاش داك البروده ديال الزليج، وغيهنيني من داك المنظر ديال الزليج، ونفكر في انني ندير زربيه كبيره ودخلت تحت الناموسيه وداكشي، غيهنيني من هادشي هذا، حيت انا الصراحه ما كنحملش الزليج نهائيا. ايوا المهم بالنسبه للاثمنه راني قلت لكم، بالنسبه للكاليتي ديالو هذا كاليتي المزيانه، خديناه من فرباط في السويقه لداخل. بالنسبه للناس اللي غيسولوا فين خديناه راني قلت لكم. شنو اخر؟ بالنسبه للطريقه ديال التعامل معاه، ممنوع لي جافيل، ممنوع ساني كروا، كتقدر دير غير بحال هكا داك الكوتا كوت فميها، ومنين كتعصر داك الشيفونه ولا الجفاف كيكون خاص بعدا ديال الجيرفليكس، ما يكونش نفس الجفاف اللي كتشفي فيه اللي كتشفي به البلايص الاخرى اللي مازال ما فيهمش جيرفليكس، كيكون خاص ديال جيرفليكس، غير كتغسلي الشيفون اولا الجفاف وكتعصريه مزيان صافي وكتمسحي. انا ندخل غير داكشي اللي نقدر عليه بحال هاد لي كوفخ هادو، وسيليا حتى هي مدخله لحطاش الماء لعندكم، ندخل هاد لي كوفخ هادو هاد لي كوفخ هادو، المهم داكشي اللي غنقدر عليه وصافي. وهاد المونيكات هادو اللي رونات لي سيليا الدنيا هنايا، هاد المونيكات وبنت المونيكا وعمه المونيكا وبنت خالت المونيكا. كما كتشوفوا المعلم عبد الجبار اللي هو انا، حتى هو كيدير لمسات ديالو، بديت كنحل هاد الكوافوز هذا وركبته على يدي، وسيليا وحق الله العظيم مسكينه سيليا كتعاونني، كنحيد مثلا هكا يا السلوفان كتديه تحطو في لابوغيل في الكوزينه، كنبغي نشد شي حاجه باش نصايب الفيسات كتشد معايا مسكينه، شوفوا شحال معاوناني. عرفتوا راه شنقول لكم، انا قنعه بها الله يحفظها ليا يا ربي، ما شاء الله تبارك الرحمن يا ربي تحفظها يا ربي. شنقول لكم، منساني وفي نفس الوقت مره كدير لي الزبايل، مره تضحكني، مره تعصبني، مره دايره واحد لومبيونس زوينه في الدار يا ربي تحفظها. شنقول لكم زعما معاونني بواحد الطريقه زوينه، مره كطلع لي الدم، ومره تضحكني، مره كتعاونني كنفرح، مره كل مره واش. وها نتوما مع لا فيديو تشوفوا انا زعما ركبت داك الكوافوز، ما تسنيش زعما عادي، راه انا من داك النوع اصلا اللي بحال عزري الدوار، كنت في دارنا الا كانت خاصه شي حاجه تصايب ولا هذا انا اللي كنصايبها، حيت الدار اللي ما كيكونوش فيها مثلا الخوت ولاد، نتوما شوفوا سيليا كتعاونني. الدار اللي ما كيكونوش فيها الخوت ولا الاولاد، يعني ولا زعما الاب اللي غادي يقضي هاد الاشغال هادي ديال الدار، دوك البريكولات ديال الدار وداكشي، كتكون البنت مضطره انها تكلف، كنت انا اللي كنتكلف الصراحه. وكيولي كيشعل، يعني ما كيبغيش داك المواد كاملين ديال الجفاف وداكشي، حيتاش باش ما كيبهاتش ليه اللون وباش يبقى لنا مده طويله. انا علاش الفكره ديال جيرفليكس فكره ديالي، كيف ما قلت لكم باش نتهنى من داك الثلج، وفي نفس الوقت ملي انت تفرش شي حاجه تتبان تتعطي المنظر ديالها زوين، وفي نفس الوقت ما بقاش نفكر في ديك الزربيه، حيت انا الصراحه سيليا دابا كتلعب وفواحد لاج اللي كتلعب في الارض وداكشي، ما كنبغيهاش تلعب منها لداك الزليج وبارد. دابا جيرفليكس غندير ليها زربيات، ولكن غنديرهم ليها غير صغار، ما يكونوش كبار بزاف. اما في الاول كنت كنفكر نشري زربيه على قد البيت كامله وتخشى تحت الناموسيه وكلشي، وكنفكر عاوتاني النهار اللي غنبغي نخمل خصني نحيد الناموسيه، عاد نهز زربيه، عاد نديها لافاج، عاد خصني نرجعها ثاني نفرشها، يعني بزاف ديال التمارة. دابا مع جيرفليكس ان شاء الله غنتهنى، انا كنت واخده عليه فكره، كنعرف ناس دايرينو من هادي شحال، من نهار اللي بان جيرفليكس دايرينو، ما عمرو وقعت ليه شي حاجه، ما عمرو تبدل، ما عمرو خسر حاجه وحده، غير داك الجران مثلا الا كان البلاكار اولا الموبل اللي غنجروه ما فيهش دوك لي باتان كحل ديال الكاواتشو باش ما يتجرحش لنا جيرفليكس، شي حاجه ديال الخشب زعما ولا ديال الحديد، نحاولوا اننا نهزوها نقلوها بيدينا احسن، لان داك الجران تيقدر يجرحو صافي، هذا هو المشكل اللي فيه. اما راه زوين حتى بالنسبه لانه اللي ساكن في العمارات بحال هكا ما كيسمعش الصوت ديال المشيان، ولا واخا تكون لابسه الطالون، واخا تكوني لابسه ما نعرف شنو، ما كيسمعش داك الصوت ديال الطقطقه ديال الصباط ولا شي حاجه، ولا الدراري صغار هكا كيلعبوا بحال دابا. انا بالنسبه لسيليا كتلعب كتبقى تتلوح شي حاجه في الارض باق، تسمع ديك باك. ايوا هنايا ولفنا ساكنين في دار بوحديتنا، ولكن دار وسط الميبل، وسط الميبل بحال هكا، ولا وسط العماره، راه ماشي هي دار مستقله بحال هذه اللي ساكنين فيها حنا حاليا، داكشي علاش. والدراري صغار ما يمكنش كل مره حدا، انت جلست انت عندك قربتي للجيران الليل هذا، لا واه
يعني صافي اللهم نديرو الحل. وكيف ما قلت لكم غنتهنا من الصياقه اختي، مازال ان شاء الله غنكمل الدار كامله، ولكن حتى نكمل الاصلاحات ديال الكوزينه والصالون عاد نكمل الدار وجير فليكس ان شاء الله. والمعلم ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، شنو نقول لكم، خدمته غزاله تبارك الله ما شاء الله، الله يحفظه الله يخلي ليه صحيحته يا ربي. تما معلم دابا يلا صيفطو داك الكوفوز فحالشتو، بديت كنقاد شويه باش منين نجيبو نوصيو داكشي يكون داكشي ساهل، يكون ديجا مقاد ديكور داكشي اللي بغيت انا في دماغي. ايوا صافي دابا يلا كنحل هاد الكوفوز، شتو كوفيد ناس وخلاص فيه شي حوايج خصهم يدخلو البيت سيليا، و سيليا بيان سيغ بحال ديما كتعاوني تبارك الله بنتي ما شاء الله. وهي دابا انا كنت حاطه هادو بحال هكا، المعلم تبارك الله ما شاء الله كمل ليا شفلات سيريا شويه جزوين الصراحه غزال كيبان بحال الباركي غزال صراحه. اذا الكاميرا ما عطياش حقو، ملي كتكون الكاميرا ما عطياش حقو نهائيا، انا ما كنكونش المباشر كتعطي حقو. صافي انا صايفط الكوافوز المعلم حط حط الماتيريال هنا، انا زعما صايت الكوافوز حطيت هاد لي طوم شوفي هادو بجوج وصافي. هادو حتى هما حطيتهم هنايا، غادي نقدر نخدمهم هادو في الصالون ماشي هنايا. ايوا صافي هاكا رينغلايتي اللي باش كنت كنبلوكي ليكم، لا كولور جات زوينه والمروينه ديال سيليا هي دي بونجور. صافي بقى الروينه الاخرى ديال الاصلاحات الكوزينه حتى توصل ليها الوقت. يلا بديت كنحل في الكراتن وكنخوي شويه بشويه ماشي كلشي في مره،
كنقاد غير داكشي اللي بيتسيلي، ماشي كنقاد بصراحه، كنحط لها اللعب باش تبقى تلعب، حيت ملي كنجي لهنايا عندي مثلا دابا نقيلو هنايا وغنبتو ان شاء الله السبت والحد غتبقى تقلب على فين تفدوش، اللهم يكون عندها كلشي في بيتها. هنايا دابا راه 11 ديال الليل، يلا عادي سالا الخدمه، وانا صيفطت واحد لي كوموند وصلتهم بصراحه بيدي هنايا غير في الرباط، وجيت هنايا ما دوش ما وريتوش لكم، ما عمري وريتو لكم بلا زعما بالضو، اختي زعما بغيت نقول لكم راه كاين الضو، بغيت نقول لكم راه تصايب الضو. صافي البيوت راه ما فيهمش البولات، ما نديروش لهم البولات، هذا بيت النعاس راني قديته في حالي شفتو قبيلتي وهذا بيت سيليا تا هو كان فيه خدامه سي خدامه، هذا بيت سيليا مروناه وصافي، والدريسينغ تا هو راه ما فيهش البوله، هادشي اللي كاين. بلاتي نشوفوا الارتسامات ديال عادل، حيت انا هي مولات الفكره ديال جيرفليكس، وانا اللي اختاريت المعلم. بلاتي نشوفوا السي عادل شنو غايقول الارتسامات ديالو عادل. المهم هذا هو الميكرو، دابا حنا كنشمو الريحه وكنجاوبوا في نفس الوقت على الاسئله. ما ديش علاش هكاك يا اختي مع الرحيل الاستاذ عادل، بغينا نسولوك على الارتسامات ديالك، على الفكره ديال جيرفليكس اللي هي الفكره ديالي انا، كيفاش جاتك؟ ايوا جيرف راقصتك في الريحه. لا هو صراحة الله يعطيك الصحة، جيفليكس طلع واعر 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 واعر، ولكن أنا حاجة وحدة أنا عارف دابا مبقيتيش كتصنتي ليا، كتصنتي المشاهدين ديالك. وأنا اليوم غنرغبهم. علاش؟ عافاكم شوفوا معاها تقول ليها تعطيني اتساع، أنا الدار كلها خليتها ليها، الكلاب ديالك عندي ثلاثة د الحوايج، ثلاثة د لي زاكواريوم ضربنا على قبلهم كيف ما صورت لكم الصباح. دابا دخلت عليكم بالله، هذا وهذا وهذا راه كبير، حتى توريهم قداش بعدا في العبارة تتحطهم عرفتو قداش، قال لك ما نهضرش معاه. دابا انا عجبني هذا العزي هذا، واخا كبير زوين، هو اللي بغيت ندير هنا، قال لك لا 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 عجبني الديكور ديال هذا. بلاتي بلاتي حل غير من هنا، حل نوريهم غير من هنا، واعر الديكور ديال واحد الديكور هذا ديال برا راه عرفتي، وبزعطا انا كندير برا، حل انا عجبني هذا هو اللي عجبني ندير، فهمت علاش؟ واحد الجهه حل هذا السلوفان، السلوفان هو راه وصل للدار، علاش ما بغيتش تشري السلوفان؟ غنى كيقول لك ثلاثة وعشرين ديال انا هذا هو اللي بغيت نخدمه في الصالون، شي هذا ماشي اللي انا تخبيه في الدريسين صراحه، ما شاء الله غادي نشريك سميتو خدمي لي هاد، نشريك وخدمي لي هاد، هذا بحال هذا ساهل، شنو تخدم ليا؟ نشري داك البابي كحل زعما نخليو هذاك الكبير هنا غيجي واخا يكون السيباراسيون هنايا.